طقس العرب في السعودية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيث الطقس في هذا هذه الليلة عفوا في العاصمة الرياض مع 30 درجة مئوية، الملموسة 28، الرطوبة منخفضة والرياح شمالية غربية خفيفة أسرع. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد بإذن الله في باقي مناطق المملكة. نبدأها شمالا، تبوك طقس صافي 36 ل 23، سكاكا 35 ل 22، وعرعر 36 ل 22. بالنسبة للمنطقة الغربية، المدينة المنورة طقس حار 44 ل 31، جدة 38 ل 27، مكة المكرمة 39 ل 30، والطائف 36 ل 27. المنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 32 ل 25، أبها 34 ل 22، وجازان 35 ل 32. بالنسبة للمنطقة الشرقية، الدمام 45 ل 29، الحفر الباطن 42 ل 32، والإحساء 46 ل 29. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض طقس صافي 44 ل 29، بريدة 41 ل 26، وحائل 36 ل 20. إلى اللقاء.